انا شقد هلا عمري، هلا صار لي ما فت على دكتور مشاني انا. تفضل رب العالمين. الحمد لله. يعني اكثر من 30 سنه. تشهد الأماكن العامة في مناطق شمال غرب سوريا اكتظاظاً بالزائرين، وخصوصاً الحدائق التي تعد المتنفس الوحيد لكثير من السكان، مع عدم الحديث عن أي إجراءات إغلاق أسوة بدول العالم. يتجمع الناس هنا دون اتخاذ أي إجراءات للسلامة والتباعد الاجتماعي، بينما ترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا وسط تأخر وصول اللقاحات وشح العلاجات. تواجد الناس بالحدائق برأيك ممكن يسبب انتقال وانتشار العدوى؟ والله الأخذ يعني بأساليب الوقاية بأي مكان، سواء كان بحدائق أو بمطاعم، إذا توفرت الوقاية برأيي ما في مانع. يعني أنا والله عنا وبدي أجي مثلاً على الحديقة أو على المطعم أو لاقية مسكر ما راح تقبل عنا هون، يعني بالشمال وخصوصا صار عنا هون بقعة صغيرة وفيها أكثر من 2 مليون نسمة أو أكثر مثلاً. هلا والاغلاق كمان شيء بيضر يعني طبعا، يعني بس انه يتم فتحات بس انه الخلق يحطوا كمامات. يعني هلا انا بتوقعات انه ما بسبب اذا ما صار ازدحام كثير، يعني ايش فرق الحدائق على الاسواق على المطاعم على الكل، بس يكون في فتره امان بعيد عن بعض بالمصافحه، ما في سلامات بالقبل وهيك شغلات، يعني بعد حاول تتجنب الاحتكاك. يعني بدل ما هالولاد عم تتجمع وهالعالم عم تتجمع وعمالي تجي وهذا بياخذ من هذا وهذا بياخذ من هذا وفي قلة نظافة، ايه وقت اللي بيصير اغلاق ما بضل هالعالم هاي، كل مين بيلتزم بيته او اذا بده يطلع ويتنشط ما بصير زحمة فيه. التجمعات هي البيئة الأنسب لانتقال فيروس كورونا، فلنحرص على التباعد في الحدائق والتعقيم المستمر عند لمس الأشياء حرصاً على سلامتنا وسلامة من حولنا.